أعلن 11 نائبا في البرلمان العراقي وأعضاء في مجالس المحافظات انشقاقهم عن كتلة حزب تقدم الذي يترأسه محمد الحلبوسي وتأسيس جبهة سياسية باسم كتلة مبادرة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده النائب زياد الجنابي، أعلن فيه عن ذلك في بيان تلاه وسط النواب والأعضاء المنشقين، واضحا أن انشقاق الأعضاء عن حزب تقدم جاء بسبب الانسداد الذي تشهده العملية السياسية وأزمة الرئاسة التي يمر بها البرلمان. ووفقا لمصادر أكدت لوان نيوز، فإن الانشقاق جاء بدعم وتمويل من شخصية سياسية شيعية بارزة بهدف إضعاف حزب تقدم الذي يمثل الأغلبية بالنسبة للمكون السني. نحن أعضاء مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات من الذين أقسموا مخلصين على تمثيل مصالح الشعب وحماية البلاد وصيانة الدستور، حيث اتخذنا مبدأ الشراكة في صناعة القرار منهجا رئيسيا لنيل حقوق أهلنا ومحافظاتنا الكريمة، إلا أن حالة الجمود التي وصلت إليها الحياة السياسية وعدم تمكن السلطة التشريعية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ شهور عديدة، مما دفعنا إلى تأسيس كتلة المبادرة لفك الانغلاق الحاصل في المشهد السياسي، حيث تقوم كتلتنا على تبني مبدأ الوقوف بمسافة واحدة من الجميع، من جميع الفرقاء، ونطالب بتحقيق أهداف وتطلعات أهلنا الكرام بإنجاز الاستحقاقات التي تضمنتها ورقة الاتفاق السياسي والتي على أثرها تشكلت الحكومة. أبناء شعبنا الكريم، وبهذه المناسبة نطالب كافة القوى السياسية بالتعاون معنا لحل المشاكل العالقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادس من شهر حزيران 2024.